أطلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية الرصاص الحي على المصلين في الجامع الكبير بمدينة إب عقب خروجهم من صلاة الجمعة، بعد أن رفضوا ترديد صرخة الموت التي تعتبرها الجماعة شعارا مقدسا لها تريد فرضها على المواطنين سواء في المساجد أو في المدارس أو في المناسبات الاجتماعية. وقد توفي أحد كبار السن نتيجة تدافع المصلين هربا من رصاص الميليشيات.